السلام عليكم. شوف غادي نطرقوا الموضوع نتاع واش الا جاوا عندنا كيفاش غادي يكون التصرف ديالنا معاهم، باش نطرحوا سؤال عاد باش نقدر نجاوب باش يعرفوا علاش غادي نهضر. ما يمكنش اصاحبي حنا راني قلت لك فطريا ما نجموش، المغرب ما يقدرش يعامل بالمثل. ومبكري حنا قلت لك شعب مضياف، واخا يعاملونا هما ماشي مزيان راه حنا غادي نعاملوهم حنا مزيان، لان ما نقدروش سبحان الله حنا هكا دايرين. واخا تعاملنا راهم ديجا داروا فينا حوايج ماشي مزيانين وعاملناهم مزيان كي جاو، وسيرتو هاي قديت واخا غادي يجيو البركان، تعرف راه لو كان يجيو البركان راهم يشوفوا المعامله اللي ما عمرهم شافوها. علاش؟ باش علاش حنا غادي نداويوهم؟ راه غادي يكون واحد الدواء زوين شفاف، غادي نبريوهم مزيان. علاش غادي نحطوهم على داك؟ هذا هو حنا هو شوف غادي نعطيك واحد الخلاصه. شفت حنا هو البلسم ديال الجزائر، حنا هو دواها. شفت حتى دوله في افريقيا ما تعرف لهم كيفنا، كيما بغيت كون استغفر الله تحطهم فين يجي غير مغربي يقول لك ها الجزائري كيفاش داير. ما راني فهمتك، الجزائري ما يعرف له غير المغربي، ما يعرف له لا تونسي ولا ليبي ولا ما نعرف. تجيب من المريخ المغربي هو اللي فهم الجزائر، هو دواء حنا هما دواهم. شفت حنا خريطه، شو واش درنا فيهم خريطه، واش دارت فيهم تريكو، واش دار فيهم؟ يعني الاستقبال غادي يكون من اروع ما يكون، ولكن انا ما ظنيتش انهم يجيو لان يخافوا من استقبال الفن، ما يرضاوش. قلت لك بما اننا حنا البلسم ديالهم الدواء ديالهم، غادي نوليو لواحد القضيه اللي ما بغاوش هما متعنتين فيها. عندنا النيف ولا عندك النيف؟ الى 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 الى, إلى, إلى عندك النيف وقعد في بلادك وصاب حويجاتك مزيان وعالج اموراتك وعالج هذا هو اللي يقولوا له النيف. واش النيف ودخل في حوايج تاع الامورات تاع عباد الله؟ هذا راه الحماق. شتا دار التسطيه؟ انت عندك النيف وعالج اموراتك وشوف واش يخصك في البلاد وعدل وليداتك ودي لهم ما يشوف المسائل تاعهم. وشوف صاوب حوايجك وخرج عند الناس. انت يا دارك مربجه وقاعد باغي تربج حوايج الناس، ما يمكنش ما يخليوكش. شفت حنا ما غاديش نخليوهم، حنا طبعنا منظمين، حنا من الطبع ديالنا. شوف هذه تربيه تاع الملوك، حنا ما نتربيناش ندخلوا منا ونربجوا منا. هما اللي جاي المهم واش راني نقول لك، حميده الرشام راه ديالهم بعدا. حميده الرشام راه في شكاله صاحبي، حميدة فرق حميدة الرشام، حميدة هو مول الكارطة. هذا هي درك ما تنجمش اصاحبي تفاهم مع واحد الناس واش انت تفاهم مع هبيل؟ ما يمكنش. علاش ضربتو غالبك ما ضربتوش غالب؟ ما يمكنش اصاحبي. المهم حنا ربي صابنا مع هذا القوم هذا، وشو كيديروا انتم الا تقدروا تعالجوا هذه القضية وقلعوا هذه الخريطة وديروها منا؟ راه في شكل. مهم والحمد لله اللي خليتكم على خير ومع السلامه. ولخاطر لو كنت تهضر معاه في الجزائر، المهم مع السلامه.